مولود الجدي أسبوع ولا أجمل من هيك، أسبوع مهم حافل بالإيجابيات والظروف المهمة، بتنطلق بكل ثقة بالنفس مع تحديات جديدة بتجذبك مع فرص بتلتقطها، مع تواجد المشتري وأورانوس بالثور بالإضافة لوجود الشمس والمريخ بالعقرب، ما يعني حظوظ رح ترافق خطواتك على كافة المستويات. البداية مع نهار السبت، وجود القمر بالميزان ما بيناسبك بيسبب لك شوية تشنجات، حاول انك تستريح وتبتعد عن التعقيدات والمواجهات. بتختفي المصاعب لحظة دخول القمر الجديد لبرج العقرب بين الأحد والثلاثة، لموقع جيد وناجح فيه صفقات تجارية استثمارية، نتائج مدرسية وأكاديمية باهرة، أرباح سهلة، حظوظ استثنائية، وعود انفتاح أفاق جديدة، في سفر، في انتقال لبلد جديد. أنت بتتمتع بجاذبية كبيرة بتدفع الناس حولك للالتفات، لكن رح تشعر بالتعب الأربعاء والخميس لحظة انتقال القمر لبرج القوس لمواجهة مع برجك، مشان هيك ما تضخم الأمور وحاول أنك تتفهم الأوضاع أكثر يلي بتزعجك. أنت على لائحة الانتظار، انتظار الفرج والفرح، أيام بطيئة فيها تأخير، خيبة أمل، محطة طويلة طويلة، نوع من زهق. بتتحسن المعنويات، وأخيرا مع وصول القمر لبرجك نهار الجمعة بتبلش بحسم الأمور على ذوقك بقرار مصيري. عطلة أسبوع فعالة مهمة جدا، من أفضل الفترات بهالأسبوع، فيها وضوح، فيها فرص، فيها أبواب بتنفتح بوجهك، فيها تفوق، الضوء أخضر بالنسبة لك حتى تتحرك بكافة الاتجاهات. أسبوع حلو، الكواكب معك بتنور دربك. عاطفيا بدك تنتبه شوي، رح تعكسك الرياح العاطفية والعائلية، تمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على التحمل أو على المواجهة، مواجهة الضغوطات. من المتوقع أنه يكون مزاجك متقلب مع وجود زهرة بمواجهة برجك من الميزان يلي بيسبب لك شوية متاعب وبيولد جو من البرودة بحياتك العائلية. أما العازب، حاول أنك تصحح الأمور وأنه تلتقي مع الحبيب وتتفاهم معه على نقاط أساسية بتتعلق بالمستقبل.